خلال الكام ساعة اللي فاتوا في فيديو انتشر بسرعة جدا مع اقتراب موسم الحج لكعبة وناس لابسة فيها لبس الإحرام وشغالين طواف حواليها كتجسيد لمناسك الحج. واحد قاعد في آخر الصف هيقول لي طب وفين المشكلة في كده؟ ما هو ممكن تكون دي فعلا الكعبة، إن دي ناس بطوف عادي. هقول لك ده الكلام ده أصلا لو كان في السعودية، أمال فين؟ في نيجيريا. نيجيريا؟ نيجيريا مين؟ بتاعتنا اللي في أفريقيا؟ أيوه. عايز بقى تعرف القصة من البداية للنهاية؟ يلا بينا. ايام قليله جدا وهيبدا موسم الحج. كل سنه وانتم طيبين. في اللي بيعمل جمعيه عشان يطلع، وفي اللي بيشوف اقل تكاليف لاداء الفريضه. بس مع نيجيريا الامور اختلفت تماما، لانهم عملوا حج خصوصي ليهم وبتكاليف قليله جدا. الفكره جت لما الناس في نيجيريا حست ان تكاليف السفر عاليه عليهم، وقالوا ربك رب قلوب، احنا هنعمل مجسم للكعبه ونطوف ونعمل الشعائر عادي جدا. طبعا القصه دي مش اول مره تحصل، لانها اتكررت على مدار السنين اللي فاتت من جماعة دينية معينة هناك، والقصة لاقت اعتراض كبير جدا من العالم الإسلامي والأزهر. حتى المسلمين في نيجيريا اعترضوا على القصة دي وقالوا إن الجماعة دي لا تمت للإسلام بصلة، إن الشعائر متطلبة مكان معين تتعمل فيه، وما ينفعش المكان المعين ده يكون غير في السعودية، لأن سقوط شعيرة من شعائر الحج بتخليه باطل. لكن الفيديو ده قصته مختلفة تماما، لأن في ناس مسؤول عن إقامة المجسم طلعوا وبرروا وقالوا انهم عملوا كده عشان الناس اللي طالعه تحج تتدرب على الاحرام والمناسك، وانهم ملهمش اي علاقه بالجماعه اللي عملت المجسم السنين اللي فاتت، وان هدفهم الاول ان اي حد يحج يعرف الشعائر الصحيحه قبل ما يطلع عشان يبقى فاهم كل حاجه وفاهم هيعمل ايه بالظبط، حاجه كده لوجه الله. بعض اهل العلم والفتوى اكدوا ان اللي حصل ده حرام شرعا، وان الناس ممكن تتعلم المناسك كامله من غير بنقل اي مجسم، لان ده ممكن يعمل حاله من الفتنه، وان الناس تتجه للكعبة دي وتحج وتحس انها عملت حاجة صح، لان تكاليف الحج في بعض البلدان بتبقى مرتفعة. القصة دي ممكن يتم استغلالها من قبل ناس تفكيرها ممكن ما يكونش سوي، وتستغل القصة دي لأغراض تانية، وبكده بقى كل بلد هيبقى ليها الكعبة الخاصة بيها وشعائرها. طبعا الكلام ده لا يصح ولا يجوز في اي نص ديني. الفيديو بس اللي انتشر على السوشيال ميديا هو اللي ادانا الصورة دي، مع بناء مجسمات للكعبة في نيجيريا فالقصة طلعت مرة تانية ترند على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الكل اكد في نيجيريا والسلطات برضو اكدت ان الكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، وان الناس بس بتتدرب على الحج والاحرام. المهم قولنا في الكومنتات، انت شايف ان اللي حصل ده صح، ولا الناس في نيجيريا محتاجة ناس تفهمها ان اللي حصل ده ما يصحش ولا يجوز شرعا؟ قولنا رأيك في التعليقات.